بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم أينما كنتم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، وسيستمر معكم إلى غاية الخامسة بحول الله سبحانه وتعالى. أمسية مباركة بحول الله سبحانه وتعالى، سنتناول فيها وإياكم مشاهدينا الأفاضل بالنقاش والتحليل والتدقيق تحت عنوان الشباب المبدعون، طاقات تحتاج إلى الرعاية. سنحتاج إلى رعاية إن كنا شبابا، وبعد الشباب كذلك، متى تبدأ هذه الرعاية؟ هل في مرحلة الشباب أم قبل مرحلة الشباب؟ ماذا نقصد بالشباب المبدع؟ وأي مجالات يمكن للشباب أن يبدع فيها؟ هل توجد حاضنة لهؤلاء الشباب الذين يبدعون في شتى المجالات؟ كيف يستفيد المجتمع وكيف يستفيد كذلك الاقتصاد والتنمية من هذه الطاقات؟ كلها أسئلة ومحاور سنتناولها بحول الله بالنقاش من خلال ما سيجود به الأساتذة، وكذلك نقاشكم الذي سنثري به نقاشنا مع الأساتذة من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. شرف كبير أن نناقش موضوع اليوم مع أستاذنا أستاذ عزوز مفتاح، إمام أستاذ رئيسي. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك أستاذ وبجميع السادة المشاهدين. الله يبارك فيك، شكرا على الحضور. سيد مولاي مليك الهاشمي، مكلف بالبرامج التضامنية بالشبكة الجزائرية للتضامن، مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا على الدعوة. شكرا على الحضور، تشرفنا بذلك. الله يبارك فيك. أكيد أستاذ عزوز، الآن نتحدث على هذه الفترة التي تقع بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الكهولة والشيخوخة. وطبعا الشريعة السمحة، شريعة الإسلام، أولت هذه الفترة من عمر الإنسان بعناية خاصة لأهميتها، ولعلنا نترصد هذه الأهمية من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى معكم. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عليه الصلاة والسلام. أولا أجدد لكم الشكر على هذه الاستضافة عبر هذه القناة المباركة، والله سعداء جدا أن نتناول معكم مثل هذه المواضيع المهمة جدا. نتكلم عن الشباب. الشباب هم عماد الأمة وعدتها، هم قوتها وذخرها، هم أمل الأمة، هم مجدها، هم من يعلون هامات هذه الأمة الإسلامية المجيدة. والشباب لم جاء ذكرهم في القرآن الكريم، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه المبين سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الشباب وعن تلك الفترة، فترة القوة التي ربما كما تحدث. أما في فترة الضعف فلا يمكن أن فترة الإنسان لا يستطيع أن ينفع فيها غيره. فترة الكبر أيضا فترة الضعف، لا يستطيع الإنسان أن يقدم للأمة مثل ما يقدم فترة الشباب. لكن ما نعول عليه هو تلك الفترة، فترة يكون فيها الإنسان يانعا وقويا وصلبا وشديدا، يمكن أن يقدم للأمة من جميع النواحي. فأثنى الله سبحانه وتعالى على شباب أصحاب الكهف، وقصتهم معروفة في سورة الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية، فهم في فترة الشباب، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. خلينا هنا نسطر على هذه الكلمتين، إذ قاموا فقالوا، والعنوان اللي راح نتناوله هو الشباب وروح المبادرة. فتخيل لو أن هذا الفتية الذين هم أصحاب الكهف لو ما قاموش وما قالوش في قومهم، لم يكن التغيير في القوم، ولم يذكر ولم يكن لهم أثر ولم تكن لهم قصة في القرآن الكريم. فقول الله سبحانه وتعالى إذ قاموا، أي كانت لهم الهمة والعزيمة والقوة والإرادة التي حركوا بها قومهم وحركوا بها مجتمعهم الجاهلي والوثني. فذلك القيام يقصد به الله عز وجل هي الهمة والإرادة والقوة والعزيمة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قالوا هنا أي بدأوا في العمل وانطلقوا في العمل. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فهنا هذا الشباب وهذا المثال في القرآن الكريم وغيره من الأمثلة تحدث الله فيه سبحانه وتعالى عن
عن روح المبادرة لدى مجموعة من الشباب في زمن خلا أرادوا أن ينطلقوا ويغيروا ما بقومهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فهو مجال إصلاحي أصاب جانب العقيدة وهو جانب مهم. هذا كمثال في كتاب الله عز وجل، فروح المبادرة تجلت هنا عند تلك الفئة الذين غيروا ما فسد من عقائد الناس في ذلك الزمن. فهكذا الشباب هنا ينبغي أن يأخذوا من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يبادرون بالإصلاح في أي ناحية يستطيعون. فهؤلاء الشباب في سورة الكهف استطاعوا أن يغيروا ويبلغوا دعوة الله عز وجل وينكروا ويصلحوا في هذا المجال، فهذا مثال نجده في كتاب الله عز وجل. حتى في قصة قصة سيدنا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال نعم له إبراهيم. كنت سأعرج على هذه القصة. نعم، قالوا سمعنا فتى، الفتوة دائما حاضرة في النبوة وفي أتباع الأنبياء، في النبوة وفي أتباع الأنبياء عليهم السلام. فإبراهيم عليه السلام تخيلوا مجتمع وثني جاهلي لا يرحم، يعني قالوا اقتلوه أو حرقوه يا رجل. فتخيل إبراهيم عليه السلام تجرأ وبتلك الشجاعة والبسالة والقوة التي فيها الإيمان والعقيدة، فقال فأعلن فيهم صراحة وقام بتكسير كبير أوثانهم وأصنامهم. فهذا هذا هذا تتحرك وفيه روح المبادرة في محاولة، ولو محاولة، لأنه إبراهيم أجرى محاولة لعله يقضي على ذلك الباطل الذي كان منتشرا وذلك أجدى نفعا. فهذه قصة أخرى، قصة إبراهيم عليه السلام أيضا في روح المبادرة التي كانت لديه لإصلاح أيضا ما فسد في قومه أو في بيئته أو في مجتمعه. هذه رسالة أو رسالتين وغيرها من الرسائل الموجودة في القرآن الكريم التي تجعل الشباب يقدم على روح المبادرة لإصلاح ما قد يفسد في المجتمع وبين الناس، حتى لا نبقى عاجزين ولا نبقى كسالى والشر ينتشر والفساد يتوسع. وربما هذا، والله عز وجل يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني إذا لم تصلح أنت ولم أصلح أنا ولم يصلح غيري فأكيد سنذهب إلى بر الفساد وليس إلى بر الأمان، والله المستعان. عيبك فيك أستاذ عزوز على هذه المقدمة. كيف لا، ونحن وقفنا مع نموذجين ونماذج كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستاذ مليك، ربما من خلال هاتين القصتين التي كنا نسمع لها الأثر الكبير حين يسمعها شبابنا، نركز ربما على مرحلة الشباب وما فيها من مميزات. ربما حرام أن تضيع هذه الفترة دون أن يقدم الإنسان لنفسه ولوطنه. كيف نتوجه إلى الشباب في هذه الجزئية وأن يستغل مقومات هذه الفرصة؟ أكيد. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أجدد وأكرر شكر لاستضافتكم الكريمة في هذه القناة المباركة. الله يبارك فيك. وأتشرف بوجود الأستاذ والشيخ محمود معنا. أستاذ يمين، إن الشباب إذا سما بطموحه جعل النجوم مواطئ الأقدام، هكذا قال الشاعر عن الشباب. أما في سيرتنا النبوية وفي قدوتنا وأسوتنا ورسول صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، وفي تفسير الحديث وبمعنى الحديث انصر الإسلام بأحد الشابين. الشباب هي الفتوة، هي القوة، وبالتالي المطلوب من الشاب في إعطاء ذلك العنفوان تلك القوة واستغلالها فيما يرضي الله أولا وفيما ينفع المجتمع. ولا نقول عن الشاب الجزائري إلا كذلك، وكان كذلك وسيظل كذلك. بالنسبة لإعطاء الشباب يتمثل ويتجسد في العديد من المجالات، مجالات المجتمع المدني، مجالات الجمعيات، مجالات نحن مثلا في الشبكة الجزائرية للشباب، كلها شباب، كلها عطاء، كلها قوة، كلها قدرة، دون ما نسيان تلكم ذلك الصقل الذي يأتي من خلال الخبرات. نحن نتحدث عن الشاب حقيقة، ولكن دون ما أن ننسى تلك النقاط وذلك الصقل الذي نحن بحاجة لها من خلال الخبرات، من خلال الناس الأكبر عمرا والأنضج يعني. وبالتالي عنفوان الشباب محتاج إلى خضرمة، وبالتالي تلك المرحلة تأتي من خلال الدخول في تدريبات، الدخول في تعديلات، الدخول في تكوينات، وهذا ما ترمي له
وهو مسطر عندنا في الشبكة الجزائرية للشباب، وكلهم طاقات شبانية. مثلا بالنسبة للشبكة الجزائرية للشباب، السيد رئيس الشبكة في حد ذاته هو مستشار في وزارة البيئة. السيد مثلا المكلف بالبرامج هو دكتور مكون في مجال الإدارة المحلية والتكوينات. يعني الشبكة سطرت برنامج لتكوين المدربين، تكوين المكونين، وبالتالي بهذا نكون قد طرقنا الباب للوصول إلى ذلكم الهدف المنشود. بمعنى أنه لا يمكن أن نستفيد من طاقة الشباب إلا إذا كان مؤطرا وإلا إذا كان متكونا في مجال معين. أكيد أكيد، والمجالات عديدة. مثلا نحن الشباب حاليا ليس بالضرورة أن يكون الكل في المجال الإدارات أو مجال التعليم أو مجال في أي مجال، في مجال الشركات أو ما إلى ذلك، ولكن هنالك حقول عديدة وهنالك منابر عديدة. على الشاب فقط أن يطرق ذلك الباب وبإمكانه أن يتوصل. مثلا بالنسبة للشركات الأجنبية هنالك تخصص يدعى الأمن الصناعي، سي لا سيكوريتي اندستريال. بالنسبة للعمال للمهندسين الذين لديهم خبرة، هم شباب ولديهم خبرة في المجال، بإمكانهم الآن أن ينشئوا مدارس ومعاهد تكون الشباب في هذا المجالات، يكون المشرفين المراقبين المؤطرين في مجال الوقاية والأمن الصناعي، دون ما التوقف عند هذا المجال فقط. هنالك مجالات عديدة، مجال المحافظة على البيئة مثلا، هنالك العديد من الشباب الذين هم لديهم خبرة ودرسوا بالخارج وتكونوا جيدا في هذا المجال، بإمكانهم التأطير، بإمكانهم أن يكونوا قدوة للشباب الآخر في الوصول لذلك مثلا. والمجالات عديدة ومفتوحة، يعني والشباب قادر، يعني الشاب لما يكون في مصدر قوة في وقت قوة عليه بالعطاء، عليه بالعطاء. الجزائر ما شاء الله كونت في المدارس الجزائرية ووصل لحدود معينة يعني مرموقة في كل مجال، بإمكانه أن يطرق أبواب أخرى، مؤسسات مصغرة ما إلى ذلك. وتبقى المبادرة والهمة الخاصة بالشباب في حد ذاته هي المحرك الأساسي. بارك الله فيك أستاذ مالك. سنتطرق إلى جزء من بعض التأطيرات التي يتلقاها الشباب من خلال فعاليات المجتمع المدني. لا بأس أن نتوقف مع الزميلة فايزة باشي في هذه الورقة التي تشير فيها إلى حاجة التنمية الاقتصادية إلى قوة الشباب. نتابع. الإبداع، الابتكار، الاختراع، مصطلحات وغيرها تعبر عن وصول العقل البشري إلى اكتشافات جديدة لا تميز الأفراد فحسب، وإنما أيضا الأمم، لتصنع الفارق والمعيار لتحديد تطور الشعوب وتفوقها. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تطوير ملكات العقل البشري وصولاً به إلى درجة الإبداع من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية، ولبلوغ ذلك توجب خلق إطار خاص لتمكين الطاقات الفكرية والإبداعية للبروز وتجسيد اختراعاتها على أرض الواقع. إطار تسعى الجزائر لتوفيره بدءاً من أولى حلقات تفجير العقول الجامعة، ووصولاً إلى مراكز البحث والإبداع وغيرها من المؤسسات، بهدف تمكين الاقتصاد من مخرجات البحث العلمي وربط جسور تواصل بين أصحاب الأفكار والابتكارات والمؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات. فعلى ماذا ترتكز هذه الاستراتيجية؟ وهل فعلاً هناك حلقات تواصل على الميدان؟ ثم ماذا عن توفير مختلف الإمكانات أمام الشباب لتمكينهم من الإبداع والابتكار؟ وماذا عن جهود تثبيت العقول والطاقات العلمية داخل الوطن في ظل التهافت العالمي الكبير للظفر بكل ما هو جديد في عالم الابتكارات والاختراعات؟ والدليل على ذلك تبوؤ عديد الأسماء الجزائرية مصاف أكبر المخترعين في العالم. لنطرح سؤالا لا بد منها: ماذا لو بقوا في الجزائر؟ طبعا دائما ما يسعى أو تسعى المجتمعات إلى الاستفادة من الطاقات، طاقات شابة التي تكون لها ميزات معينة، ليس فقط كتلة ديمغرافية وإنما بمواصفات معينة. أستاذ عزوز،
طبعا يفرق أنه يكون شاب متكون وشاب غير متكون، الكل نحتاج إليه، ولكن من يصنع الفارق هو ذلك الشاب الذي عنده إبداع، الذي لديه ملكات خاصة ونماها عن طريق ربما الاجتهاد الشخصي أو من خلال التأطير. ربما هذا هو الفرق بين أن يكون المجتمع يحوز هذه الكفاءات ومجتمع لا يحوزها. شكرا لك أستاذ. نعم، الشباب لا ينطلق من العدم ولا ينطلق من الضعف والخور والهوان. نبدأ من حيث توقف الأستاذ ونقف عند آية. شوف والله العظيم لو رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش الزمن غير الزمن، وما تقوليش العصر غير هو العصر، والظروف نقول لك معليش، أروح ندوا الأساسيات وندوا القدوات وندوا ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رب ذلك الجيل الذين خدموا الدين ودنياهم، دينهم ودنياهم في جميع مناحي الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفئة من الشباب الذين كانوا معهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني سادين كل الثغرات التي تحتاجها الأمة في ذلك الزمان. هكذا هذا مشتغل بالعلم، ابن عمر ابن عباس ومعاذ بن جبل وغيرهم، خالد بن الوليد مع مصعب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا لحماية الثغور، غيرهم اشتغلوا بالتجارة، مسألة الاختصاص، نعم غيرهم اشتغلوا بحراسة المدينة المنورة، وهكذا تنوعت اختصاصات الصحابة. نرجع إلى الآية الكريمة، قال الله عز وجل في كتابه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال الله عز وجل في ختامها: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فيحيى شاب صبي آتاه الله عز وجل الحكمة والعلم والنبوة في فترة الصبا وفترة الشباب. هذا لماذا جئت بهذه الآية؟ حتى لا ييأس شبابنا. الشباب ربما يعيش اليوم في نوع من اليأس، نوع من القنوط، لأنه تائه في الحياة، تلفت له في هذه الحياة. نقول له لا، جميع من ظهر ونبغ حتى من أنبياء الله عز وجل ومن قادة الأمة وسادتها، ورح نضرب لكم أمثلة حتى اليوم نرفع المعنويات. ربما الشيخ يتكلم في مجاله، مجال يعني الواقعي، ثم أنا أتكلم في المجال الإيماني أو الديني حتى نرفع الهمم والمعنويات والإيمانيات. فالله عز وجل أكرم يحيى عليه السلام وبعث يحيى إلى بني إسرائيل، وما أدراك ما بنو إسرائيل، وآتاه الله الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فمع ما كان يملك من القوة والحكمة، فالشاب عليه أن يكون ذو حكمة وذي قوة. يقول لك علاش نقرأ؟ نقول له يا أخي أقرأ، يجي نهار نقول لك علاش تقرأ. يا إما يفرج عليك ربي اليوم ولا يفرج عليك ربي غدوة. سيفرج الله عز وجل عليك عاجلا أو آجلا، ولنا ثقة في الله عز وجل أن يفرج عليك، فقط كن ذو قوة. وكيف تأتي القوة؟ تأتي كما قال الشيخ بالتعلم والتكوين، ثم حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، هو الصلاح. كيف ترجو أن يوفقك الله عز وجل في مشاريع حياتك وتكون ظاهرا وتكون موفقا وتكون يعني بارزا وعلما وأنت لم تسلك مسالك النجاة؟ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، يعني لابد أن تكون صالحا تقيا حتى تستطيع أن تصلح وأن تغير وأن تؤثر. وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه أيضا في الصلاح، ولم يكن جبارا عصيا، يعني كن ذو حكمة في التسيير، لا تكن ظالم جبار حتى وأنت مسؤول وأنت قائد في هذه الأمة. ولم يكن جبارا عصيا، ثم نال ما نال، سلام في الدنيا وسلام من الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا وقف مع هذه الآية الكريمة في قوة الشباب، ولابد أن يتعلم الشباب وأن يكونوا ذو همم وذو قوة. أرجع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل في مجاله، فصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقود ويخوض يعني خدمة الأمة من باب أو من جانب رضي الله عنهم وأرضاه. نروحوا أيضا نتقدموا إلى ما بعد عصر الصحابة، إلى قادة الأمة. لو نتأمل في سنهم نجد أنهم كلهم شباب. محمد بن القاسم فتح بلاد السند، لما قولوا أنت تروح من المدينة وتروح يعني في زمن يعني العالم كان ثم متلاطمة أمواجه، يعني أمم تتصارع على البقاء لأنه شافوا أن الأمة الإسلامية تهددها. الفرص من هي، الروم من هي، كاين بلاد ربما غير منتميه، يعني متراميه الاطراف. يروح هذا 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 القائد الفذ، هذا الشاب، لما نقول لك محمد القاسم، لما نقول لك قتيبه بن مسلم، لما نقول لك فلان، هذو 25 و27 و30،
حتى ما نتحطمش نفسيا ومعنويا، وحتى ما نخلوش الأمة تاعنا تروح والجزائر تاعنا تروح. ما تقوليش نقول لك محمد بن القاسم لما خاض ويفتح بلاد السند وهي باكستان، باكستان تضاريسها صعبة ومش عارف الناس اللي فيها كيف دايرين. تعتقد أستاذ عزوز أن التكوين العقدي والتكوين النفسي يعني هو ما يحتاجه الشباب الآن، لأنه هي مسألة نفسية أن تكون الهمة تاعك عالية وبالمفارقة مع النماذج التي كنت تذكرها. وشباب اليوم حتى شباب الثورة كانوا 25 سنة، يقول لك استشهد فيه 30 سنة 27 سنة عملية كذا وكان عمره 21 سنة، يعني فيه خلل ربما في التكوين النفسي وفي التكوين العقدي. هو هذا ما حرمناه. لماذا الله عز وجل قال إنهم فتية آمنوا بربهم؟ وإبراهيم عليه السلام انطلق من معتقد إيماني عقدي، والصحابة الذين جالوا، قتيبة بن مسلم لما فتح الصين، يا أخي لما نقول لك الصين في ذلك الزمن هي تلك الإمبراطورية التي ربما أكثر من الآن ومثل الآن، كانت تنين وخطبوط يا رجل. قتيبة بن مسلم لما دخل إلى بلاد الصين وتوغل فيها خاف من كان معه، قالوا يا رجل لا تغامر بنا، خلاص يكفينا أنه ما فتحنا من البلاد الإسلامية. قالوا نرجع. فقتيبة يعني كان يمشي بإيمان، أكيد بإيمان، بإيمان راسخ، يعني لا تهزه الرياح. قالوا له يلا نرجعوا، ما كانش كيفاه نكملوا للصين وهم توغلوا في بلاد الصين. قالوا والله ما نرجع. فقصته معروفة في فتح الصين. احنا يعني شوف علاش نجيب لكم هذه النماذج حتى نهز القلوب، نهز هذه النفوس المحطمه المكسوره، ونقول لك انت ما تتخيلهاش انه قتيبه كما اليوم عنده، قتيبه هذا عنده جيش بسيط وعنده فرسان وسي في يده ورمح في يده وراح يفتح الصين. فانا لما نقول لك حتى استاذنا من ناحيه البنيه الجسميه ربما كي تسمع الصنائع امثال هذه النماذج يتخيل الانسان انه راه مع شخصيات غير بشرية إن صح التعبير من حيث المفهوم الفيزيائي. هو الإيمان الذي يدفع النفوس إلى مثل هذا. تخيل خالد بن الوليد لم يرجع إلى المدينة حتى انتهت مهمته، حتى كبر وحد ومات في 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 الغربة، يعني في الغربة على فراشه، لكن في الغربة. فقلنا نرجع إلى قتيبة هذا، وأنا قصص مؤثرة أريد أن يفهمها الشباب، يفهمها جيدا. فلن تستطيع أن تكون بطلا ما لم تكن مؤمنا ثم قويا غير مهزوم نفسيا. فالنفس هذه النفس البشرية قادر، يقول المختصون قادر أنها تهد الجبل، شت الجبل تقدر أنها تهد الجبل، ولكن لما تكون منكسرة محطمة لن تستطيع أن تخطو خطوة في هد الجبل. هذا الجبل هذا قوة النفس البشرية. هذه من الأمثلة المشرفة عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين، عن غيرهم من علمائنا الذين خدموا الأمة. سنعود إلى هذا الباب وكيف نوظفه في حياتي أبنائنا والناشئة من خلال الاستفادة من هذه النماذج، كيف نجعلها نماذج حية في حياتهم ليقتدى بها. بارك الله فيك أستاذ عزوز. أستاذ مولاي، طبعا نتغنى كثيرا بأنه الأغلبية الغالبة من مجتمعنا هي شباب، 75% شباب إلى غير ذلك من الأمور، ولكن ربما نحتاج إلى أن تكون هذه 75% هي نوعية إن صح التعبير وليس كمية، أن تكون متكونة، أن تكون عندها نفسية غير مهتزة إلى غير ذلك. كيف ربما نساهم كمجتمع مدني وكدوائر كذلك رسمية في أن تكون هذه 75% هي 75% فعلية وفعالة؟ ما نتغنى به أكثر أستاذ يمين هو وقل الجزائر وصغي إذا ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين وركعا. الشاب الجزائري في تركيبته الجينية هو معطاء، هو ذو قوة وذو قدرة وذو إرادة. وإذا ما عرجنا على العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية لوجدنا أن الطرح الفلسفي الذي يقول هل ابن أبيه أم ابن بيئته، في هذا الطرح سوف نجد إذا ما قسمنا على 100 سوف نجد 50% يقول أنه ابن أبيه وابن الجين المتوارث من الأب، والنصف الآخر يرمي إلى تلكم البيئة والتنشئة والمحيط وما إلى ذلك. الشاب الجزائري مثلا في هذه اللحظة في هذه الدراسة نجد أنه شاب معطاء. إذا ما عرجنا على الثورة الجزائرية مثلا لوجدنا أن الشاب الجزائري ببساطته بتلقائيته بقدرته البسيطة هزم تلكم الآلة الفرنسية، إذا ما كان هو في الأرض والآلة الفرنسية في الجو، وبالقدرة والإرادة
كانت الثورة الجزائرية هي محطة دراسات لمعاهد عالمية، وهي هي أعطت يعني الدفع والدعم والتشجيع للثورات الأخرى. وأكبر دليل وخير دليل في ذلك هو العربي بن مهيدي والعسكري الفرنسي الذي أنت بصدد قطع رأسه أو سلخ جلدة رأسه والشاب صامت ولم يتبوأ بكلمة، وهذا مشرف. إذا ما رجعنا بسؤالك حول المجتمع المدني والشبكة الجزائرية للشباب مثلا في هذا المجال، أعطت فكرة للتدريب ووضعت مخطط. تقوم الشبكة الجزائرية للشباب حاليا بإعداد تلكم البرامج الداعمة للشباب والتي تعطي النفس الطويل للشاب للولوج والدخول. كما قال الأستاذ الشيخ مسعود، نحن بحاجة إلى دعم وتشجيع. كيفما يتوفر ذلك؟ يتوفر بالعطاء. النجاح في الحياة مرهون بكثرة العمل ومواصلة الأمل، وبالتالي الشاب الجزائري إذا ما دخل لمجال العطاء، يعني خارج مجال الإدارات والمستشفيات وما إلى ذلك، الدخول إلى مجالات خاصة وتكوينات خاصة. وبالتالي نحن في الشبكة الجزائرية للشباب هنالك قسم خاص بالتدريبات والتكوينات، وفيه أناس ما شاء الله يعني يستحوذون على قدرات من في هذا المجال ومكونين على مستوى دولي. مثلا هنالك أشخاص معنا في الشبكة الجزائرية للشباب هم في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وما إلى ذلك، لنقتدي ونقتدي بالخبرات السابقة ونقتفيها ونطبقها في أرضنا. وبالتالي المجتمع المدني هو المولد الكهربائي لتلكم الإرادة، هو الداعم، هو المشجع. ونرى أن الشبكة الجزائرية للشباب وغيرها من هيئات المجتمع المدني تقوم بذلك بهذا في أرض الواقع، والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ مليك مولاي. طبعا أستاذ عزوز، إذا تحدثنا على هذه الفترة التي يفتقد فيها الشباب إلى الخبرة، لكن فيه مقومات أخرى اللي هي ربما تجعله أكثر إبداعا، هي القوة، هي العنفوان، هي الوقت المتاح له كذلك، كيف يوازن الشاب حتى نعطيه جرعة أو مواصفات أو وصفة يتخذها دليلا في حياته؟ كيف يوازن بين هذه المميزات، القوة والعنفوان إلى غير ذلك، وأن تكون الأمور الأخرى المثبطة إلى غير ذلك ويحول بينها وبين بلوغ أهدافه؟ أشكرك. والله هي النصيحة الغالية في مثل هذا الظرف، يعني أنت تملك القوة وتملك الكفاءة وأنت تدرس في الجامعة وتخرجت من التكوين المهني، مراكز التكوين المهني، وأنت الآن تجد نفسك تائها، يعني بلا موجود مجالات، لكن البعض لم يجد تلك المجالات. فأنا أنصحك بطول النفس، وكنا نحكي قبل ما بداية الحصة، قلنا اسأل هؤلاء الذين نبغوا وبرزوا ونجحوا في الحياة، ما جاتوش على طبق وما جاتوش والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما عليك بماذا؟ بطول النفس، ثابر، حاول مرة على مرة، سيأتي يوم تتمكن فيه في هذه الحياة، والرزق هو الله جل وعلا. إياك أن تسيء ظنك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون نفسك من جميع النواحي. وأنا يعجبني بعض الشباب تجد عنده كذا شهادة وكذا دبلوم، والله حتى أنا نقول هذا وقتاش جابهم، وين قرأ؟ وقتاش كان عنده الوقت؟ إيه، أستاذ درسني في الجامعة وشاب شاب، حتى لما دخل معنا ما عرفناش باللي أستاذ، شاب معنا. فلما تكلمت معاه وشفنا السيرة الذاتية، دبلوم في كذا، إيسونس كذا، ماستر كذا، دكتورة كذا كذا كذا. فسبحان الله، هذه فترة عمروا أوقاتهم بالفائدة. لا، هي القوة، هي طول النفس، هي روح الأمل الشيخ، هي هذا الذي ينبغي أن يتصف به شبابنا اليوم. شباب يعيش الانكسار، إياكم أن تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وننحذرهم من هذه الصفة التي ربما تعتري كثير من شبابنا، ألا وهي التيهان والانكسار والانهزام النفسي. أقول إياكم أن تسيئوا الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وقول ربنا عز وجل الحق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق ثم ذو القوة ثم ذو المتانة المتين سبحانه وتعالى. إذا انطلقت في هذه الحياة لتصبح بطلا، لتصبح نابغة، لتصبح علما، لتصبح قائدا، فعليك أن تسير في هذه الحياة مع التوكل على الله عز وجل. بعد ما تجمع المقومات والكفاءة تاعك، ثم توكل على الله عز وجل واستعين بالله عز وجل، ولا تكسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نحتاجه،
عندك إله في السماء سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول الله عز وجل احنا كيف لا نؤمن بهذه الآيات، ويقسم الله في ثناياها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ما بينك وبين الوصول إلى النجاح أمر أقسم الله عليه. إذا أنت مكش مؤمن، أنت مكش مسلم، أقسم الله على أمر النجاح، على أمر الوصول إلى أن تصير ناجحا في مشروع معين في حياتك. إن فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني الله عز وجل يفتح عليك يوما ما، وهذا وعد من الله جل وعلا أقسم الله عليه. وهذا القسم يعني أخذ بنفس الأعرابي، ذلك الأعرابي الذي تليت عليه هذه الآية، فقال من ذا الذي يغضب الله عز وجل حتى يقسم على هذا الباب. فنحن في حياتنا نسير بما يعني نتكون ثم نعلق أمالنا بالله عز وجل، وكم من شام زملائنا وأصدقائنا وجيراننا فتح الله عز وجل عليهم، يعني من يعيشوش اليأس ومن يعيشوش القنوع. كثير من الزملاء، كثير من الأصدقاء، كثير ممن نعرفهم ربي افتح عليه في باب من الأبواب. فينبغي أن تكون لك طول الأمل وروح المبادرة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وطرق أبواب النجاح إن شاء الله. ربي يسر إن شاء الله، ربي يوفق الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ عزوز. حضر معنا هاتفيا سيد عبد المطلب بروينة، مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي بأولاد فايت بالعاصمة، مشاركا لنا في برنامج اليوم ونقاشنا المتمحور حول الشباب والطاقات الإبداعية كيف نغتنمها. عبد المطلب السلام عليكم. عبد المطلب، هل معنا عبد المطلب روينة مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي بولاد فايت بالعاصمة؟ على كل إنسان نعود لعبد المطلب، يبدو أنه في الانتظار إن شاء الله. طبعا أستاذ مليك، نتحدث عن الشباب، نتحدث عن البيئة، في ظل هذه البيئة التي يشتكي منها ربما جزء من الشباب، نجد الشباب الذي تفوق وصنع أمجادا وصنع لنفسه كذلك مسارا من النجاح. ما هي ربما أو ما هو الفرق بين أن يكون الشاب في حد ذاته مبادرا ولا يلعن الظروف بل يقتحمها ويتحداها، وبين من ركنوا إلى ذلك التبرير إن صح التعبير أن المجتمع لا يشجع، ما فيش ربما سياسة واضحة، ما فيش ربما من يدعمني، إلى غير ذلك من الأمور التي يتأفف بها الشباب اليوم؟ أكيد يعني هي البيئة التي نبغ فيها الكثير من الشباب هي نفسها البيئة التي خفق فيها الجزء الآخر، وبالتالي القضية ليست قضية بيئة بقدر ما هي قضية إرادة. ويقول مثل الإنجليزي where there is will there is way، بمعنى إذا ما توفرت الإرادة توفر النجاح. الإرادة والمثابرة والتواصل هو المؤدي أكيد في الأخير إلى نجاح. إذا ما تكلمنا عن البيئة، فالبيئة الحالية مثلا هي كلها أبواب مفتوحة، سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، إذا ما تحدثنا عن الجانب الثقافي أو الجانب اللغوي، بإمكان الشباب حاليا إتقان العديد من اللغات من دون الوصول إلى معاهد أو إلى جامعات أو إلى ما غير ذلك، من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال ما أتيح يعني الفضاءات المفتوحة الآن. الفضاءات المفتوحة بارك. سنعود إلى هذه النقطة، مسألة الفضاءات وما تتيحه التكنولوجيا حتى لا ينتظر كثيرا. سيد عبد المطلب روينة مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي بولاد فايت بالعاصمة، مرحبا عبد المطلب. إذا السلام عليكم، وأنا أستمع وأستمتع للأئمة الأفاضل المشايخ. حقيقة نملك من القواعد الأساسية للإبداع ولتكوين الشباب روحانيا قبل التكوين العلمي والتربوي والفكري والإبداعي. هذا التقعيد الذي يؤمن بالرزق الرازقية أو الذي يؤمن بأنه كل شيء بيد الله وكذا، هو الذي يدفع للإرادة في الحياة وإرادة الاستمرار والإبداع والإنجاز في الحياة. هذا شيء مهم جدا عند المسلم قبل غيره. نأتي الآن لفكرة الشباب والإبداع. الشباب هو سن العنفوان كما قلت أخي لمين. هذه القوة التي ينشأ عليها الشاب نقعد لها في سن مبكرة لما يكون طفلا، أكاد أقول لما يحبو خطواته الأولى
في أسرته من خلال ما نوفر له من جو للعلم والمعرفة والتكوين وكذا إلى آخره من الأشياء. ينشأ شابا في المدرسة، في النوادي، في المؤسسات التنشئة الاجتماعية، كلها حاضنة لتكوين ذلك الشاب اللي يكون عنده استعداد قوي للإبداع. لنأتي على كلمة الإبداع. الإبداع هو اليوم يعرفه على أساس أنه الاتيان بشيء جديد وكذا. نقول أن الإبداع في عصر التكنولوجيا الحديثة هو أقل بكثير من ذلك، هو تجميع ما حدث في تاريخ البشرية من آدم إلى اليوم في كل مناحي الحياة وتجميع هذه الأفكار وتحويلها لفكرة جديدة. معناها أنك تكاد لا تأتي بالجديد، تراكم فقط، أو غير طريقة رؤيتك للأشياء التي يراها الناس أو التفكير التقليدي العام اللي يراه الناس، وحاول أن تقدم بشيء من الجهد بطبيعة الحال، بشيء من المعرفة والعلم وكذا، وحاول أن تقدمه في طبق جديد. اليوم الإبداعات راهي في الطبخ مع أمهاتنا ومع نسائنا، عجيبة جدا. تخيل لو كانت في العلوم والمعارف، لو كانت في الأداءات اليومية، لو كانت في الاجتهادات تاع العمل، لو كانت في كذا، ستغير من واقعنا اليومي تغيير أكاد أقول ب 160 أو 180 درجة ولا 360 أكبر من ذلك. إذن شبابنا اليوم المبدع يحتاج إلى بيئة، والبيئة هذه يجدها في المؤسسات اللي راهي نقول واقفة، نقول فيها مسؤولين يستطيعون التغيير، فيها مسؤولين عندهم نظرة استراتيجية، عندهم بعد نظر في الأداء، فيها الإعلام الذي يحاول أن يحرك هذه القدرات الكامنة في كل مكان حتى تتجه كلها للاتجاه السليم اللي فيه الإبداع. اليوم أعيب شيء واحد فقط، في النهاية نريد تغيير واقعنا، أعيب شيء واحد، أننا ربما نكثر الحديث أو حديثنا لا يشبه ما نقوم به. الإبداع هو أن حديثك يقارب في كل مرة ما تقوم به، وستشعر أنك تتغير في كل لحظة وأنك تبدع في أفكارك. الموضوع على كل حال شائك ومتشعب جدا. صحيح. نحن في المركز العلمي على كل حال نحاول كل يوم أن نصنع بيئة للإبداع من خلال إنجازات علمية في شتى المناحي، في الروبوتيك، في الإعلام الآلي، في علم الفلك، في اللغات. في المرة اللي فاتت درنا مقهى علمي كان فيه نوع من الإبداع رائع، قدمت اللغة الإنجليزية داخل مقهى علمي، وكانت إثارة قوية والجمالية على المكان. يعني البيئة بصفة عامة تحفز على الإبداع، وما برنامجكم سوى مجموعة أفكار تحفز على الإبداع. أثمن جهود تلفزيون القرآن، أثمن جهود المشايخ، وتحية التقدير لكل عبد المطالب من يرى في شبابنا إبداعا وفكرا وعلما. عبد المطالب، بما أننا نحيا فترة ومجتمعا يطلق عليه مجتمع المعلومات، الفارق ربما يحسب بالثواني أو الأجزاء من الثانية، والابتكار هو المقدم ربما على المجالات الأخرى، بماذا يمكن أن تساهم مثل هذه الفعاليات التي ذكرتها وما يقوم به مركز تطوير الأنشطة العلمية حتى وإن كانوا أقل من سن الشباب، كيف سيفيد مستقبلا ونحن نتحرك في هذا المجال، مجال التكنولوجيا ومجتمع المعلومات والمعرفة؟ أحسنت الأمين. الإبداع قد يكون في كل مجالات الحياة، لكن اليوم بما أننا وأنت ذكرتها وتؤكد عليها، بما أننا في مجتمع العلم والمعرفة نتجه إلى الإبداع العلمي والإبداع في التفكير العلمي. هذا بماذا يحدث؟ يحدث بالحاضنات التي تجمع هؤلاء الشباب، نوفر لهم كل وسائل في كل مجالات التكنولوجيا الحديثة، قد تكون وسائل بسيطة قد تكون معقدة، نوفر لهم الكادر الذي يمكن أو يمكن الشباب من الإبداع في مجال علمي، معناه يشرف عليهم. قد يتطلب ذلك في كل ولاية، معناه إمكانيات ضخمة، لكن أنا كنت أقول دائما أربع حاضنات كبرى على مستوى الوطني كفيلة، واحدة في الشرق، واحدة في الجنوب، واحدة في الشمال، واحدة في الغرب، كفيلة بأن تغير من واقع الشباب، بحيث أنه ماذا يوجد داخل الحاضنة؟ مجموعة أدوات، مجموعة وسائل، مجموعة رقمنة هذه الحاضنة حتى تختار المشاريع الشباب الإبداعية وتدخلها مباشرة للمجال الإنجاز، ومنه إلى مجال الإنتاج الاقتصادي، معناها تخرج على شكل
وسيلة يستعملها المواطن يوميا. في النهاية هذا هو الإبداع، يستفيد منه المواطن بالدرجة الأولى. هذه تستطيع أن تكون فكرة أولية داخل البيت، نوفر كشيء أولي، نوفر البيئة الإبداعية لأبنائنا في المؤسسات التنشئة، في المراكز الثقافية، في المكتبات، في كذا، البرامج التلفزيون يمكن أن تكون بيئة إبداعية كبرنامج للإبداع العلمي، للإنجاز، للابتكار. وهذا كل هذا التحول فقط نثمنه ونحرص عليه نحن الآن سنة 2023. أستطيع أن أقول أننا فهمنا أن عبر العلم والمعرفة يمكن أن نغير من واقعنا. وسنة 2023 في الدولة الجزائرية سنة للشباب، على ما أظن أنها ستكون قوية في الإبداع. الإبداع تلك الخلطة التي تمكن من الإنجاز مستقبلا، وهذا الذي نبحث عنه بجهودكم. إن شاء الله بجهودكم كذلك سيد عبد المطلب روينا، وجهودكم كذلك إن شاء الله، وجهود الأئمة اللي معاك. لأنه في النهاية أنا أول كلمة قلت لك هؤلاء يقعدون القواعد الأساسية لبناء الفرد الصالح الذي يمكن أن يبدع، من خلال الروحانيات، من خلال الإيمان، من خلال في العقيدة، من خلال التوحيد، الرازقية. هذه الأشياء كلها لما ترسخ في قلوب أبنائنا ستساهم حتما في الإبداع وتسهل فكرة الإبداع. وكأنها خلينا نقول باللغة الفرنسية اللوبريفيا اللي نحطوه في الأجهزة باش تمشي سريعا، تشحيم الآلة. إيماننا تشحيم رائع للإبداع والفكر وكل ما يساهم في تطوير المجتمع. إن شاء الله بارك الله فيك. وتحية لكم جميعا. عبد المطلب روينا، مدير مركز تطوير أنشطة الترقية العلمي أو الترفيه عفوا العلمي بولاية فايت بالعاصمة، كان نموذج كذلك يبعث بالطاقات إلى الإبداع كذلك. بارك الله فيك عبد المطلب. اتصال آخر عزيز على قلوبنا، محمد صغير من توكرت. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا محمد. واش خويا من لاباس؟ نعم الحمد لله. قربوا كأس شاي وفول، يعني طبق صحي 100%. الله يبارك فيك. إن شاء الله. الله يبارك فيك. والله تحية لهذا واسمو عبد الغني روينا. عبد المطلب صراحة انه استضفتوه ضمن عدة مرات في الحصة ياك. كان حاضر معنا في كذا مناسبة. يعني صراحة يعجبني ونتمنى دور الشباب تكون كل كيما هو. ان شاء الله يا رب. والله يا خويا يمين باختصار برك، الإبداع ربما يظل الحاضنة الأولى هي المدارس نتاعنا. نستعمل هذا المصطلح ونستعمله في جهة أخرى، ماهوش حاضنات ربما اللي خارج المؤسسات. الحاضنة الأولى المؤسسات نتاعنا خويا يمين، صراحة برامجنا الحالية لا تعطي فرصة للتلميذ ولا للطالب ولا للشاب حتى يبدع. وأحيانا لا قدر الله عندما يكون فيه بعض التلاميذ يعني يبدعون، المرافقة كما نقول القادمة ما تكونش، يعني المرافقة كما نقول المستقبلية ما تكونش. ولاحظنا ربما في عدة يعني جهات يعني بعض الشباب الذين أبدعوا، لكن للأسف بعد المرافقة ما كانش. نثمن كذلك يعني ما لاحظناه مؤخرا في الجامعات، ربما الجامعة نتاعنا هي بدأت تسلك يعني الواقعية شوية. صراحة الآن نسمع بعض الطلبة عندما يشاركوا يعني في مسابقات، وسمعنا مؤخرا هذا اللي هناهم الرئيس، لكن نتمنوا معناها تفتح أمامهم المجال خاصة من أجل إنتاج إبداعهم، لأن ما يبقاش فقط الإبداع ربما كما نقولوا كجهاز يخترع ويتوقف. صح. يعني نتمنى يروح بعيد للتسويق حتى هكذا نعطوا فرصة للشباب حتى يبدعوا. صح. وكما قلت نرجع للنقطة نتاع المدارس خويا يمين، نتمنى معناها مستقبلا نعطوا فرصة للجانب التطبيقي على الجانب النظري. وشكرا حتى لا أطيل. الله يبارك فيك محمد صغير، مشاركة طيبة كعادتك. سنتخذ جزءا من هذه الأفكار إن شاء الله كصيغة أسئلة إن شاء الله للأساتذة. ربي يبارك فيك، وكذلك عبد المطلب ربي يحفظكم إن شاء الله. طبعا نعود إلى نقطة الإبداع في هذا الفضاء المفتوح الآن. ربما سابقا كان يتحجج بأن الفضاءات مغلقة، الآن كل شيء متاح وكل الاتصالات مفتوحة والمواقع والشبكات إلى غير ذلك. كيف تكون رافدا كذلك لأن يبرز إبداع الشباب؟ أكيد مليك. أستاذ يمين، إذا ما تحدثنا عن الإبداع والاختراع، فالشاب الجزائري بطبيعته ويحمل تلك الجينات التي تؤدي إلى ذلك. إذا ما تحدثنا من تلمسان إلى تبسة أو من العاصمة إلى برج باجي مختار، سوف نجد ذلك الإبداع مجسد في أرض الواقع. كسبيل ولا مثال فقط، يعني في ولاية أدرار مؤخرا استقبلت الولاية حدثين ملتقيين، ملتقى الشيخ سيدي محمد عبد الكريم المغيلي وملتقى مسرح دولي
الملتقيين كان هنالك ضيوف من العالم كله من عدة دول، فاتت 16 دولة. وفي تلكم اللحظات وفي تلكم المناسبة أبدع الشباب، ظهرت قدرات الشباب، سلطت الأضواء على أناس مبدعين ومخترعين في شتى المجالات، إذا ما كان في مجال التقاليد، في مجال السياحة، في مجال الثقافي. في أذكر أنه في المسرح الدولي كان هنالك شباب قد قام بتنشيط المجال الإعلامي بعدة لغات في وسط، نعم في وسط ولاية أضرار، لغات إنجليزية، فرنسية، لهجات محلية. سلطت الأضواء على قدرات ومخزونات متواجدة ولكن بحاجة للتأطير. وبالمناسبة وجه تحية للسيد والي ولاية أضرار الذي أعطى المجال للشباب، وبالتالي كان إبداع. في بالنسبة للملتقى الشيخ بن عبد الكريم المغيلي كان مجال روحاني ومجال عقائدي ومجال تواصل للدول الإفريقية على أرض الواقع، وكان ذلك برعاية الرئاسة المباركة. ولكن زيادة على ذلك كانت هنالك العديد من المجالات حيث سلطت الأضواء على مناطق سياحية بولاية أضرار لم تكن كذلك قبل الفرصة. في المجال الآخر المجال المسرحي سلطت الأضواء على قدرات شباب من المنطقة، كلها مجالات للإبداع. نعم، بالمحاذاة بمنطقة صغيرة ببلد صغيرة تسمى تيط، كانت هنالك مناسبة السنة الأمازيغية وسميت بالقرية الأمازيغية بتيط. أبدع الجميع، أبدع في بقدرات بسيطة وقدرات شحيحة جدا، ولكن كان ملتقى رائع جدا. وكان وهي المحطات التي يبرز فيها إبداع الشباب، سواء كانت مناسبات ثقافية أكيد. أو ذات طابع علمي، ذات طابع ثقافي أو سياحي، ربما هي المجالات تختلف، لكل طريقة في الإبداع وفي الحفاظ كذلك على موروث المنطقة، موروث الأجداد، والانطلاق كذلك من خلال هذه القاعدة المتينة إلى الأفاق العالمية وفي العالم المترامي الأطراف، حتى إنسان يدلل على مكانته والشهود الحضاري. وربما هذا المنطلق هذا ما فهمه الأفذاذ في هذه الأمة، يعني أن تكون في بيئة معينة وتنطلق من خلال تلك البيئة إلى إصلاح بيئة أخرى. الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية تنطلق من بيئتنا ولكن لتشمل كل العالم. والشاب ربما عليه أن يتذكر أو أن يضع في ذهنه هذا البعد، حتى ربما يفتح لنفسه تلك المجالات، مجالات الإبداع. الآن كنا نتحدث مع الوسيلة المتوفرة أستاذنا، حتى في مجال الدعوة، حتى في أي مجال كان يمكنك أن تبدأ، لأن الوسيلة متوفرة وليس كما كان سابقا. أستاذ معزوز شكرا لك. أستاذ لمين، هو النبي صلى الله عليه وسلم ونتخيله هو صغير، ما نتخيله هو قائد أمة، قائد أمة بل قائد الثقلين، يعني الجن والإنس، صح، باش يعطيك العظمة التي فاقت، يعظمه أهل السماء وأهل الأرض. خلينا نحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفترة الصبا، وكثير ما تكون في مروياته قال ما كنتش عارف بلي نبي، درت هذه وصلت لي هذه ومانيش عارف بلي نبي. انت ايضا احنا دائما نرجع للاصل. شوف والله العظيم الا ما استقيناش نجحنا من الشريعه وما ديناش الدعم المعنوي، وحتى ليس فقط المعنوي انما حتى ربما اساسيات في الحياه، جانب الاخلاقي، جانب التعليمي، جانب الاقتصادي، جانب الاجتماعي، جانب كل الجوانب التي نجح بها النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عليه وهو صبي تائه في صحراء الحجاز مع أمه التي توفيت وتركته في الأبواء وتركته. نتخيلوا هذاك الضعف، صح، وهذاك الضياع، ودفنها بيده مع تلك مع خادمته أم أيمن. فتخيل هذاك، لكن تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقلب في البيوت، بيت أبي طالب، بيت عبد المطلب، ثم بيت أبي طالب، ثم كذا زمار صار شابا متاجرا. ما تخيلش النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو ذلك كذا يعلم القرآن وكذا، لا، كان بشرا من البشر، ناشط في التجارة، ثم شارك في حرب كذا، ثم دخل إلى مجال الإصلاح الاجتماعي كما ذكرت، إصلاح الاجتماعي بكل ما يحمله المعنى، عقديا أو أخلاقيا أو اقتصاديا، وما كان منتشرا في مجتمعه الجاهلي. فهذه تعطينا قوة ودافع. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو دائما يقول عن نفسه ولم أعرف أنني نبي؟ ف
كان له حس واندفاع ووعي بما يحدث في مجتمعه الجاهلي، وكان منتقدا لهم رافضا لما يعيشونه من ذلك التيه على جميع الأصعدة، لكن كانت نفسه منطلقة وقوية عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يكون الفرد فينا، فيصلح نفسه ثم يصلح بيته ثم يصلح بيئته الضيقة ثم ينطلق إلى إصلاح بلده جزائرنا الغالية، ثم نؤثر كما أثر سلفنا من تلمسان يذهب إلى يجوب بلاد المغرب ولم أقول المغرب ثم بلاد الحجاز. كم من علمائنا الذين كان لهم صيت في الحرمين أو في 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 بلاد الشام وغيرها من البلاد الإسلامية، وصاروا علماء أمجادا، لهم مؤلفات ولهم كتب. يعني هذا خرجوا لماذا؟ خرجوا لطلب العلم ومحاولة أن يصلحوا ويساهموا في بناء الأمة الإسلامية. وأنا أنا 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 أنصح بأن نؤطر شبابنا في تلك المؤسسات التي أخرجت لنا ما أخرجت. مثلا كثير من المؤسسات الناجحة، يعني المدرسة الابتدائية ثم المراحل التعليم، كذلك النوادي، والنوادي التي يعني تؤطر شبابنا وتكشف فيهم الإبداع. يعني الإبداع، لما نقول الإبداع المتنوع في مختلف مجالات الحياة. مثلا كل شاب لما نقول احنا تأطر في نادي معين إلا ونبغ وظهر ونجح لأنه صقلوه صنعوه. مثلا الكشافة الإسلامية، تخيل كل من فات، ما نقولش كل، أغلب من فات على الكشافة الإسلامية إلا وكان له باب من النجاح. مثلا على سبيل المثال، خلي وليدك ينشأ في المسجد، ينشأ في المدارس القرآنية، عن مسجد أو مدرسة قرآنية التي تعرف نجاحا تسقي المواهب، ثم أديه الكشافة الإسلامية، النوادي الرياضية، النوادي العلمية. هكذا نحن لن نحجر فقط التكوين الديني، إنما كل ما يخدم النفس البشرية أمر به الدين الأرض ونصح به الدين أن تنبغ فيه. خلي وليدك وين يقدر ينبغ وينفع الأمة، أديه أسقل الموهبة في تلك المجال، ذلك النادي، ذلك تلك المؤسسة، ولو تتعب عليه ولو تخسر عليه أموال، لكن راح تبني به مجد وراح تبني به نجاح إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك. هي مسألة أستاذ مليك، مسألة الاكتشاف كذلك، مسألة اكتشاف المواهب تبدأ بسن صغيرة، 10 إلى ذلك محمد صغير. ربما لما تكتشف الموهبة قد تضيع من الموهبة إن لم نؤطرها التأطير اللازم. أكيد أكيد، هو مرحلة الاكتشاف بالنسبة للشباب تكون في مرحلة الصبا. أنا أذكر هنالك شخص كان مثلا كنا نسميه بعبقرينو، هذا أذكره كمثال، يعني عبد المجيد الهاشمي، كانت له اختراعات في عمر وهو صغير جدا. كان يخترع آلات تحاول الطيران، إن لم نقل تطير ولكن تحاول الطيران. يعني هذا ينم أن هنالك في بداخله عالم صغير. وبالتالي اكتشاف في هذه اللحظات بحاجة إلى تأطير وتكوين وصقل تلك المواهب. وهذا الذي ذكرت، هذا النموذج كان مؤطرا، وش صار لم يكن كذلك؟ تحصل مؤخرا، أنا سافرت معه من العاصمة إلى وهران حيث كان يؤدي الخدمة الوطنية، وقلت له لو وجدتم التأطير لصنعتم قطار من هذا النوع كشهادة فيه. ولكن هو حاليا مهندس ويتقن العديد من اللغات، ولكن كان بمقداره أن يكون أكثر من ذلك. وبالتالي يعني ممكن هي الفرصة الآن. أنا مثلا مختص في مجال الوقاية والأمن الصناعي بالنسبة للمحروقات، مهتم باللغات، بالمحافظة على البيئة، ولكن إذا ما سمح الأستاذ بالتعريج على السنة النبوية والتعريج عن المثل الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ضعيفا، كان يتيما، تربى في بيئة، في مجتمع يتيم، ونعرف ما يعني ذلك من ضعف ووهن وبحاجة لقوة، ولكن ارتقى من راع إلى قائد الأمم، كان دبلوماسيا وكان عسكريا مغوارا وكان كذلك. وبالتالي توفر الإرادة والقدرة والاستطاعة وعدم الوقوف وعدم التوقف وعدم اليأس. الإرادة دائما، إذا ما توفرت الإرادة، وفي غضون الشريعة الإسلامية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من تعلم لغة قوم أمن شرهم، أو آمن شرهم في رواية أخرى. وبالتالي توفر الإرادة وتوفر الاكتشاف، كما قلت الأستاذ لمين، الاكتشاف يجب أن يكون في مراحل أولية. وبالتالي الشبكة الجزائرية للشباب الآن تقوم ب أمضت عندكم اتفاقية. مراصد، نعم. عندكم مراصد من هذا النوع، أنكم تكتشفوا المواهب ثم
يتم تأطيرها أو توجيهها أكيد. خلال عملكم؟ أكيد، لأنه الفكرة أنه كانت فيه اتفاقية مع وزارة التكوين المهني حول التأطير وحول وجود المناطق، يعني البيئة السامحة أو السانحة لاكتشاف تلك المواهب عبر القطر الوطني. لدينا مختصين في ذلك في كل ولاية يحاولوا يرصدوا النوابغ في عمر صغير، ليقوم يعني المجمع التدريبي لدينا في الشبكة الجزائرية للشباب لصقلها وتطويرها وإتاحة الفرصة لها وتوفير المواد الأولية. مواد أولية قد تكون بسيطة ولكن لا تتوفر، وبالتالي الاكتشاف نحن نقوم بذلك يعني مع مركز خاص يجوب الوطن، يحاول أنه يجرد القوائم تاع النوابغ والمحبي الاختراع في هذا المجال، وعلى الشاب أن يطرق الأبواب. الآن مجال الاستثمار هو مفتوح في كل المجالات، عليه أن يقوم بشركات مثلا، تقوم بشركات مصغرة، توظيف، يعني المهم هي الإرادة. الإرادة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقكم. إن شاء الله أستاذ مولاي. أستاذ عزوز، قاربنا الختام في هذه الحلقة، وربما مفهوم النجاح يختلف من شخص إلى آخر على حسب الأولويات التي يرسمها في حياته، ولكن ليس هنالك نجاح أكثر مما يشفع بتقوى الله سبحانه وتعالى. أنت أشرت في البداية إلى مسألة التقوى والقاعدة التي ينبغي أن يبنى عليها كل نجاح. كلمة ربما نوجهها كذلك للآباء والأمهات في رعاية أبنائهم في الإبداع، وحتى يكونوا على هذه القاعدة المتينة من ديننا الحنيف. شكرا لك. والله أنا أقول للوالد والوالد على الأقل حاول باش كي تكبر ما يلومكش وليدك، ما يقولكش والله صح كاين كما قال الشيخ كم من نابغة عدم في مرحلة الصبا، كم من عدم يعني ذبح في مرحلة الصبا. فعلى الأقل حاول أنك تسقل موهبة الولد تاعك، تشجعه ودعمه. إذا كتبه ربي النجاح كتبه ربي النجاح، إذا كتبه ربي مقدار من النجاح هذا كوش أعطاه الله عز وجل. هذا من جانب. ثم من جانب آخر وهو الجانب كما ذكرت النصيحة قلنا للوالدين، ثم جانب تقوى الله عز وجل. والله العظيم القاعدة بيننا وبين النجاح بيننا وبين الله عز وجل. الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما تظنش راك عايش وحدك في الدنيا هذه، صح. عندك رب سبحانه وتعالى يسير فيك، صح. هذه لابد أن تعيشها لحظة بلحظة. إذن فنجاحك مرهون بتقواك، لا تظنن أن نجاحك بقوتك وما أوتيت، إنما بتوفيق الله عز وجل، صحيح. لذلك يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تكون مثلا ماشي في مشروع معين، ربي يقول لك لا نجاحك في المشروع الآخر ويرزقه من حيث لا يحتسب، صحيح. أنت ربما الآن توجهك معين لكن ربي يقول لك أنت لا رزقك ونجاحك وظهورك في مجال آخر. ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لما تتوكل على ربي وتخاف ربي عز وجل تكون صالح، يسر لك ربي باب النجاح ويأتيك النجاح من حيث لا تظن، من حيث لم يحتسب. نصيحة اللي قالها الإمام الزهري، قال لا تحتقر لا لا نعم لا تحتقروا حداثة أسنانكم يا شباب، ما تعيشوش الوهن. وبها نختم إن شاء الله. قال فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه الأمر وحزبه الأمر جمع له الشباب. بارك الله فيك أستاذ عزوز، يبتغي حدة عقولهم. الله يبارك فيك، بلغنا الختام أستاذ عزوز. بارك الله فيك أستاذ مولاي، بارك الله فيك على ما قدمته. كذلك لكم الشكر موصول المشاهدين الأفاضل. يبقى عنواننا الإلكتروني وموقعنا موقع التلفزيون الجزائري في خدمتكم لكل ملاحظاتكم. مشاهدين الأفاضل تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، سلام الله عليكم.